الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الترمذي وأبواب الرؤيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار من الثقات، هو بندار عالم النبيل، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو عاصم. أبو عاصم هو الضحاك، الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل. قال: أخبرنا ابن جريج، ابن جريج المكي، ثقة نبيل فاضل، لكنه كان يرسل ويدلس، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وموسى بن عقبة إمام في المغازي، وكان أيضا ثقة ثبتا فقيها. قال: حدثنا سالم بن عبد الله. وسالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وهو في قول من الأقوال أنه من أمين الرحمن، وأن أمين أنه في قول أنه من الفقهاء السبعة. وسالم بن عبد الله من أوثق الناس في عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان عابدا تقيا نقيا فاضلا. قال: حدثنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب الأثري الصحابي الجليل من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال: رأيت الناس اجتمعوا. هنا يعني هنا الرؤيا كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآها، وستأتي مطولة. قال: رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له. قال: ورأيت عمر بن الخطاب، ثم قام عمر بن الخطاب فنزع فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال: هذا حديث حسن، وقال: هذا حديث صحيح قريب من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بشار بندار، وهو ثقة ثبت أمين. عن أبي عاصم بنفس الإسناد. قال: أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة ثبت كما بينا قبل ذلك النبيل. أخبرنا ابن جريج المكي الثقة الثبت الفقيه النبيل يدلس ويرسل. قال: أخبرنا موسى بن عقبة وهو من الثقات الفقهاء إمام في المغازي. وأيضا أخبرني سالم بنفس الإسناد، سالم بن عبد الله من الفقهاء السبعة في قول، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: رؤيا عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. في الحديث الأول المصنف رحمه الله تعالى قال في حديث ابن عمر وفي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر. رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر، ورأيت الناس اجتمعوا، إذن اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فيها إشارة إلى اجتماع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في مبدأ الأمر لم يكن الاجتماع، لكن الاجتماع قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم. لا يقول أحد أنا أحق بذلك، قال: لا يقول أحد أنا أحق بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا
يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولما حدث الاختلافات في السقيفة سقيفة بني ساعدة وقيل لعمر أرأيت ما يفعل الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فذهب عمر إلى أبي بكر فأخذ أبا بكر وأخذ معه أبا عبيدة بن الجراح وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، وحدثت المناظرة بين أبي بكر وبينهم وهم يقولون منا أمير ومنكم أمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازع قريشا احد الا كبه الله في النار. الاماره في قريش. ثم قال رديت لكم احد الرجلين، حتى بسط يده ابو بكر فبايعه الناس جميعا، واتفقت الكلمه جميعا على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وهذه تؤخذ اشاره من قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فنزع ابو بكر فصدر الباب بابي بكر. والاشارات كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره في الصلاه، ولذلك هم جميعا قد قالوا رضيك الله رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاك لدنيانا. وهو الذي قاله، قال علي بن ابي طالب قال لابي بكر لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاك لدنيانا. وهذا اصل اصيل في هذا الباب. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الجده تساله فقالت ان جئت فلم اردك الى من اذهب؟ قال الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، اشاره منه على خلافة أبي بكر. فقال اجتمع الناس وأول من صدر أبي بكر، فهي إشارة إلى خلافته. قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين. قد قال بعض العلماء الذنوب أو الذنوبين، يعني هذه من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لمدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه إشارة إلى مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والحق بأن يعني هذا وإن كان له وجاهة لكن فيه نظر، لأنه لما تكلم عن عمر قال فاستحالت غربا، ولما يتكلم على مقدار يعني أن يكون الذنوب أو أكثر من ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالحق بأن قول الذنوب والذنوبين دلالة على السنوات الثلاث اللي أقل من سنوات ثلاث لأبي بكر في الخلافة فيه نظر، لأنه لم يذكر ذلك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيكون الأصل في ذلك والأسد والأصح أن نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه نزع ذنوبا أو ذنوبين هو فيه ضعف. هذه فيها دلالة على عدم الفتوحات التي كانت في عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شغله عن الفتوحات حروب الردة، شغله عن الفتوحات حروب الردة، لذلك كانت الفتوحات قليلة جدا، لذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف، فهي إشارة إلى الفتوحات. وتعلمون بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الفتنة العظيمة، وعمر بن الخطاب لم يصدق ذلك وأخذ السيف وشهره بين الناس، حتى قام أبو بكر فقبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم قال طبت حيا وميتا، ثم قام فقرأ قول الله جل وعلا على الناس، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حتى سقط عمر بن الخطاب فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. الردة كانت عظيمة في هذا الباب، لا سيما ما كانت في اليمامة. فكان أبو بكر حتى لما عاتبوه وراجعوه في جيش أسامة وهم يقولون يعني احنا في موقف لا نحسد عليه، وهو يقول لهم والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، قال ما تريت عن فاذ جيش أسامة، لأنه يتعامل مع الله جل وعلا بشدة الحرص والتمسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى وفيه ضعف، يعني ما كان فيه فتوحات. والحق أنا أقول الفتوحات لا تأتي إلا بعد إرساء الدولة، إرساء قواعد الدولة، ولذلك فتوحات عمر ما جاءت إلا بعد أن مهد له ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر برمته في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي اختاره، وهو الذي مهد له الطريق عندما يعني خمد الله بأبي بكر الردة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال فيه ضعف والله يغفر له. العلماء يقولون في قوله والله يغفر له ليس هذا عن تقصير من أبي بكر،
او عن امر وقع فيه خلاف الاولى، او عن معصيه فضل ان تكون معصيه. بل قول بعض العلماء يعني يوجه في قوله والله يغفر له، ان هذا تقوله العرب لمن احبته او اشفقت عليه، لمن احبته اشفقت عليه يقول والله يغفر له. وقيل والله يغفر له هذا من باب الدعاء لابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وفيه اشاره الى موته، في اشاره الى موته، يعني قرب موته، كما قال الله جل وعلا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ففيه هنا ان 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 هذه السوره لما نزلت وفيها الاستغفار لله جل وعلا وكثرته، قال فيها الاستغفار لله وكثرته، قال الامام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هذه اشاره من الله جل وعلا لنبيه على قرب او دنو أجله، فكانت كذلك لأبي بكر، وفي الحالتين توجيهان صحيحان. قال ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه فيها أيضا دلالة على أن عمر الخطاب يخلف أبا بكر، والإشارة في ذلك بالحياة، على ما حدث في الحياة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني بعدما مات عمر الخطاب جاء علي بن أبي طالب وأخذ بيد ابن عباس أو بغيره، ثم قال نسأل الله، أو قال أرجو من الله أن يحشره مع صاحبيه، فلطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، قال أتيت أنا وأبو بكر وعمر، فكان أذكر ثلاثتهم، وأيضا في بئر أريس. وأنت ترى بهذه الدلالة على القرب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل واستأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن عمر فدخل، فالمرافقة بين أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملازمة تثبت وتشير إلى أن أبا بكر يكون خليفة ثم عمر يكون بعده. لذلك قام عمر بن الخطاب، قال فقام عمر بن الخطاب، هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلافة. قال فنزع فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا. في قوله فاستحالت غربا أي دلوا عظيما، والغرب بفتح الغين وسكون الراء. قال لم أرى عبقريا يفري فريه، يعني كأن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعمل عملا عظيما لا أحد يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل. كان عبقريا، كان محدثا، كان ملهما رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال حتى ضرب الناس بعطا، يعني أن هذه دلالة أن المسألة كانت على يعني على ثمرة أرقى ما تكون. وهذا حق عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما استلم الخلافة وفتح الله عليه الفتوح لم يفتحها على النبي ولا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقد فتح كنوز كسرى وقيصر، حتى جاءوا بكنوز كسرى فوضعوها أمامه فنظر كأنه تل من الذهب ومن الجواهر، بكى عمر الخطاب قال قوم يؤدون مثل هذا إنهم أمناء. فقال علي بن أبي طالب أنت كنت أمينا فصاروا كما كنت أمينا فكانوا أمناء. وأيضا ما يعني ما قام حتى أنفق عن بكرة أبيها. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه فتح الله، كان قد فتح الله عليه بيت المقدس، وكان قد استغلق جدا على المؤمنين، حتى بعث إليه أبو عبيدة بن الجراح قال لو أتيتنا لعل الله جل وعلا يفتح على يديك. فاستشار الناس فقال علي بن أبي طالب لا تذهب، من يكون للمدينة إذا ذهبت أنت؟ لكنه رجح أن يذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، فذهب، وكانت المفاجأة بأنه كان مع فتاة يتناوبان، يركب طارة ويمشي طارة، حتى جاءت النوبة عند أبواب بيت المقدس، يمشي عمر الخطاب ويركب المولى على البعير، ركب ومشي عمر الخطاب ورآه الناس يمشي. وهذه كانت الوقعة الكبرى على أبي عبيدة بن الجراح، ينظر في ذلك أتينا بك لهيباتك وأمير المؤمنين يمشي والمولى يركب، ثم بعد ذلك قبل أن يصل إليه كانت هناك مخاضة فخلعنا عليه فتأبط عليه ومشى حافيا، فجاءه أبو عبيدة سيبكي يقول يا أمير المؤمنين ما أتينا بك لهذا، ثم قال كيف سيفتح الله لنا مثل هذه البلاد وأنت بهذه الهيئة؟ فقال إهن يا أبا عبيدة ليته قالها غيرك، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذه فيها دلالة
واضحة على أن الله تعالى يعلم ما يعني عمر وثقل عمر رضي الله عنه وأرضاه ومكانة عمر رضي الله عنه وأرضاه وقوة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ففتح الله عليه الأمصار ففتحها فتحا مبينا وعبدا العبادة لرب العباد سبحانه جل في علاه. لذلك قال فاستحالت غربة فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وهذه دلالة واضحة جدا على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم على الفتوحات العظيمة التي ستكون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله له فارس والروم وآتى له بكنوز فارس والروم وقد جعل الفيئة وجعل يعني العطايا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للصحابة الكرام وجعل ترتيبا غير ترتيب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعطي لسابق الإسلام أصحاب السابقة فوق من جاء متأخرا للإسلام لم يسوي بينهما. لكن أبو بكر كان يسوي بينهما ويقول هذا في الدنيا أما في الآخرة فالله جل في علاه تتفاوت الدرجات عنده. عامة هذا الحديث وهذه الرؤية دلت على الخلافة وعلى ترتيب الخلافة ودلت أيضا على مدة أو قصر مدة خلافة أبي بكر وما فيها من إخماد الردة دون الفتوحات وما كان في خلافة عمر بن الخطاب وفيها ما فيها من الفتوحات العظيمة التي نصر الله بها الملة وعبد العبادة لرب العباد. أما الحديث الثاني وهو أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. فهنا التأويل هو من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال في قوله وهي طبعا الجحفة تفسير بمهيعة وهي اسمها الجحفة والجحفة هذه جاءت مدرجة من الراوي كما رجح ذلك الحافظ وغيره. فأولتها يعني فسرتها بأن هذا هو وباء المدينة. تعلمون أن المدينة يعني صعب على كثير من الصحابة تحمل جو المدينة لا سيما من المهاجرين عندما جاء المهاجرون إلى المدينة ما استطاعوا اشتووا هذه المدينة. وأنتم تعلمون حديث العرانيين عندما جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وبايعهم على الإسلام لكنهم اشتووا المدينة فمرضوا فقال لهم صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها اشربوا من أبوالها وألبانها. فلما شربوا وصحوا ما شكروا بل قاموا إلى الراعي فقتلوه وأخذوا إبل الصدقة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليهم حتى أخذهم وسمل عيونهم وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم صاروا من المحاربين لله ورسوله والمفسدين في الأرض. والمدينة كما قلنا ما كان يحتملها إلا الصابرون. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام لكنه ما استطاع المكث في المدينة فقال له رد علي بيعتي. قال لا رد عليك بيعتك. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فقال رد علي بيعتي. فقال لا رد عليك بيعتك. فتركه ورحل من غير البيعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال هذه المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الغرض المقصود بأن هنا الرؤية راها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. قال رأيت امرأة سوداء لأن بالمدينة كان بالمدينة وباء يفر كثير من المؤمنين من المدينة بسبب هذا الوباء أو أجواء أو أن جو المدينة ما استطاعوا أن يتأقلموا معه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة ودعا المدينة كما وحرم المدينة كما حرم إبراهيم البركة فتمت النعمة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الوباء الذي بالمدينة بأنه يعني يخرج عنها ويكون بالجحفة. قال رأيت امرأة سوداء فجعل الوباء بأنها أو مثل الوباء بامرأة سوداء. وهذه يعني فيها دلالة على أن الأشكال
والهيئات لها تأويلات، أن الأشكال والهيئات لها تأويلات. لذلك قال رأيت امرأة سوداء، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت إلى أو خرجت من المدينة. وهذه فيها بشارة من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن المدينة قد أنجاها الله جل وعلا من هذه من هذا الوباء. ثم خرج الوباء من المدينة إلى الجحفة، وهذا من تأويل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أول بذلك. طيب، الفوائد المستنبطة من الحديثين: الفائدة الأولى فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عمر وحسن إدارته. الفائدة الثالثة: من ليس له فراسة لا يقود، من ليس له فراسة لا يقود، لا يستطيع. لذلك انظر كيف أن سلم وسمه بسمة عظيمة، قال لم أرى عبقريا، لم أرى عبقريا. فهذه فيها دلالة على أن الذي يقود لابد أن تكون له فراسة، والذي ليس له فراسة لا يصح أن يقود، لأنه لن يصح، يعني لن يستطيع أن يسير على الطريق سيرا ينجيه سيرا جيدا. الفائدة التي تليها: الأمثال التي تصور في الواقع، فالسواد لا ينبئ بخير، السواد لا ينبئ بخير، ينبئ بشر. وذلك لما رأى ورقاء عليه ثياب بيض فقال تصريحا: لو كان في النار لم يكن له مثل هذه الثياب، الثياب البيض. فالثياب لها ملاء من التأثير في الواقع. هذه الفوائد الثلاثة أو الفوائد الخمسة إذا للحديثين. نقف عند الحديثين ونأخذ الحديث الثالث، وهو تكملة للباب. حديث الحسن بن علي قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال وثقة من الثقات، أخبرنا عبد الرزاق صاحب المصنف وثقة أمين ولكنه اختلط بآخرة، قال أخبرنا معمر بن راشد رضي الله عنه وأرضاه من الفحول وهو من الثقات الأدبات، روى عن أيوب، قال عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، ومن الثقات أيضا روى له الجماعة عن محمد بن سيرين من الأتقياء من خيار التابعين، روى له الجماعة أيضا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاث: الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزيم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهه فلا يحدث بها وليقم وليصلي. وهذه نحن شرحناها بفضل الله الرفعلاء في مطلع الكلام على الرؤى، هذه شرحناها في مطلع الكلام على الرؤى. نقف عند هذه، وإن شاء الله يكون غدا ختام الكلام على الرؤية، يكون غدا إن شاء الله ختام الكلام على الرؤية. نسأل الله أن ينفع بها، ويكون كتاب الترمذي أيضا كتاب أبواب الرؤية قد انتهى مع أبواب الشهادات وأبواب العلم. اللهم يسر وأعن يا كريم. طيب، كتاب النكاح من سنة ابن ماجه قال: باب حق المرأة على الزوج، باب حق المرأة على الزوج. وهنا صدر الباب بالمرأة لا بالرجل، وليست المسألة في التصدير على ما يتبنى الغرب ليدس فيرست، لا، المسألة في ذلك هو صدر الباب بالضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة سبت أمين، روى له الجماعة ابن ماجه، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو من المتقنين ثقة عابد فاضل، قال روى له الجماعة، قال عن شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام ثقة حافظ متقن من أساطين المحدثين أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة،
قال عن أبي قزعة، أبو قزعة هو سويد بن حجير من الثقات، قال عن حكيم ابن معاوية، وحكيم ابن معاوية صدوق، حكيم ابن معاوية صدوق حسن الحديث. قال عن أبيه معاوية ابن معاوية القشيري وهو من الصحابة رضوان الله عليهم، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. قال أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح. هنا بيان حق المرأة على الرجل، والحق بأن حق المرأة على الرجل عظيم، وأن الله تعالى ما أوصى مثل ما أوصى بحق المرأة في الكتاب، حيث قال الله جل في علا وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. المقارنة من قول الله، ولأن الإنسان قال استوصوا بالنساء خيرا، وأيضا في خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فلذلك جعل الله جل في علا للمرأة حقا، وكان هذا الحق من المكانة عند الرجل، وأيضا هذا الحق يحاسب عليه المرء، وهو حق عظيم، لأن المرأة كما قلنا المرأة انتقلت من بيتها إلى بيت زوجها فصارت أسيرة عنده، فلا أحد لها إلا هو، وقدمها الله جل في علا على جميع من عندها، فيتقدم على الأبي على العم على الأخ على الابن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحق الناس بالزوج، قال أمه. قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. من حق الناس بالزوجة؟ قال زوجها هو الأحق الذي يقدم. لذلك ترى بأن الله تعالى جعل لها حقا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودافع عنها حتى في الزواج، لما قال الله جل في علاه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وهذا تحذير منهم بالظلم. وقد قال الله جل في علاه عموما يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وقال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فهنا الأمر في حق الزوجة، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها، فلا حق عليه ولا بد أن يؤديه. قال أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى. أن يطعمها، فانظر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير من تطعمه هي المرأة، خير من تكفيها في ذلك هي المرأة، وهذه من النفقة الواجبة. ويستحب في ذلك أن يطعمها حقا بيده، لا أن يأتي لها بالطعام، وإلا فالظاهر في ذلك أنه يأتي بها بالطعام أيضا يكفيها مسألة الطعام، لكن في قول أن يطعمها إذا طعم بأنه إذا أكل يطعمها، وقد جاءت الأدلة على أن الود والأنثى واللطفة بين رجل وبين زوجي أن يطعمها هو بيده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها في امرأته تكون له صدقة أو تكون له صدقة، قال يبتغي بها وجه الله جل في علاه إذا كانت له صدقة. فأن يطعمها هذا من الوجوب، أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، وهذه أيضا فيها دلالة على أن النفقة على قدر سعة الإنسان، النفقة على قدر سعة الإنسان، لقول الله جل في علاه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، حتى ولو كانت هذه المرأة عزيزة في بيتها غنية ثرية وهو على قدر ما يملك، فإنه يطعمها ولا يتكلف فوق طاقته، فيطعمها من حيث طعم ويكسوها من حيث اكتسى، وهذه فيها أيضا دلالة على وجوب النفقة بالطعام واللباس والكسوة للمرأة، وكما قلنا لا تقدر بقدر المسألة، تقدرها الله جل في علاه لينفق ذو ساعة من ساعته. قال أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، قال ولا يضرب الوجه. في قول المسلم لا يضرب الوجه فيها دلالتان، الدلالة الأولى التحريم الصريح في ضرب الوجه، وهذا أصل أصيل،
وهذه من الأداب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وقال خلق الله آدم على صورته. وفي رواية أخرى قال خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على الأداب، حتى في مسألة الضرب الذي قد أباحه الشرع لابد أن ينضبط بضوابطه، ولابد أن يتأدب بآدابه، لا سيما وأن ضرب الوجه فيه ما فيه من الإهانة، وفيه ما فيه من الصغار والاحتقار، وأيضا فيه ما فيه من التجرؤ على أشرف شيء فيه الإنسان، لأن هذا الوجه يسجد لله جل في علاه، فحق له الرفع لا حق له الاحتقار والصغار. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وكان الأقوى من العلل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال فإن الله خلق آدم على صورته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. لذلك لا يجوز ضرب الوجه بحال من حال. قال ولا يضرب الوجه، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الوجه فيها دلالة أنه إن جاز الضرب فضرب في غير محل الوجه، إن جاز الضرب فضرب في غير محل الوجه، وهذا صحيح، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الضرب، أجاز الضرب وضرب الأنصار. المهاجرون كانوا كذلك مع أزواجهم إلا الأنصار، فكان الضرب من المهاجرين للنساء، فاجتمع واختض بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء الشاكيات على الضرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الضرب، فلما منع الضرب جاء الرجال فأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا زائرنا النساء يا رسول الله، منعت الضرب زائرنا النساء، فأباح لهم الضرب، ثم قال ليس بخيركم من يضرب النساء. وإلا فكانت المسألة على التهذيب، المسألة كانت على التهذيب، وهذا التهذيب والتأديب بالتخويف، والمرأة لها كرامة، أنت لو أهدرت كرامتها يعني أو هجرتها أو فعلت معها بعض الأمور لعلها ترجع وتؤوب وتتوب وأيضا تكون مطوعة لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال علق الصوت، تعليق الصوت بالبيت تخويف، وفيه ما فيه من التهذيب والتأديب. والمرأة إذا علمت أن الصوت قد علق لا يعني هي لا تستطيع أن تقبل أن تضرب إن كانت يعني لها ما لها من الكرامة وشيء من رفعة. فالصوت فقط هو من باب الزجر والتأديب دون الضرب، وإن كان الضرب مباحا في غير الوجه، وأيضا ألا يكون ضربا مبرحا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، فقال لا تضرب الوجه وإن كان الضرب جائزا لقول الله جل في علاه، قال فاضربهن وهجرهن في المضارع، فأباح الضرب. وكما قلنا عندما أباحه مطلقا جاءت المقيدات من السنة بقول لا تضرب الوجه ولا تقبح. والشرط الثاني في جواز الضرب تأديبا ألا يكون مع الضرب الاحتقار، وألا يكون مع الضرب التقبيح، يقول قبح الله وجهك مثلا أو قبح الله أفعالك، فلا يجوز بهذا في هذا الحال. بل انظر إلى التربية الأصيلة والتأديب العام في شرعنا، الله جل في علاه يبين لنا مادحا حال يوسف عليه السلام مع إخوته عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد ولا يثرب، لا تنتقص من قدرها، لا تقبح وجهها، لا تقبح فعالها، فلا تستصغر يعني شأنها، فلا يجوز. قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، لأنه لا يصح لك أن تتعدى وتتجاوز بهذا. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت، ولا تهجر إلا بالبيت. وعدم الهجران في البيت معناه أنه ما يهجر إلا الفراش، ما يهجر إلا الفراش. قال ولا تهجر إلا بالبيت، طبعا الفعل الآخر وفعل اليهود كانوا يتركون البيت كلية، وهذا خطأ بين، لابد أن يتواجد الزوج في بيته، لأن بوجوده تنضبط الأمور، بوجوده يعني تستوي وتستقيم الأحوال. فإن أراد ردها وكانت ناشزا، وإن أراد تأديبها فليهجرها في المضجع، فتنام في مكان وينام في نفس الغرفة التي هي فيها، وهذا هجران نعم، لكن ليس الهجران هجران البيت، في نفس الغرفة التي هي فيها فينام في مكان آخر، وإلا لو استطالت ينام في غرفة أخرى لكن في نفس
في نفس البيت، وإلا فهجران وترك البيت فيه ما فيه من المفاسد وفيه ما فيه من عدم العلاج، بل يمكن يكون الإعوجاج والعناد بعد ذلك. فلذلك قال ولا تهجر إلا في البيت. يبقى لنا الكلام على قوله ولا يضرب الوجه، وقلنا بأنه ليس بخيركم من يضرب النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جهم بسبب مثل هذا عندما قالت فاطمة بنت قيس مات عني زوجي، أو قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، فطلقني زوجي فبت طلاقي، فخطواني معاوية وأبو جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك العصا من على عاتقيه، يعني كان ضرابا للنساء. وبعضهم قال هي على السفر، وهي حقا على السفر لا يترك العصا يعني على السفر، لكن جاء في سنة أبي داود تصريحا أنه قال بأن النسال قال إنه كان يضرب النساء، فنحاها من أجل هذه الصفة أنه يضرب النساء، وليس من صفات ولا شيء ولا يعني شيء الذين حصلوا الكمالات في ضرب النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء. وهذا من حسن العشرة في قول الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف، وأيضا من كمال الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأما الحديث الثاني ففيه كثير من المسائل، وخطبة الوداع عندما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، نأتي بهذه الوصية وإن شاء الله نتكلم عنها غدا، وإلا أنا تعبت وأعلم أنكم تعبتم فسامحونا. الفوائد المستنبطة من ذلك: فضل المرأة الصالحة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على فضل المرأة الصالحة. وإذا سألني سائل من يعني فضل المرأة الصالحة من هذا الحديث من وين، نقول بأن المرأة الصالحة لا تلجئ زوجها إلى ضربها، المرأة الصالحة لا تلجئ زوجها إلى ضربها، فإنها تحتاط لذلك بحسن العيش وحسن المعاملة. الفائدة الثانية: منع ضرب النساء خلاف الأولى، والأدلة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، حتى لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح الضرب أنكره بعد ذلك عندما اقتضى الناس حوله فقال ليس بخيركم أن يضرب النساء. لطف الشرع بالمكلف، لطف الشرع بالمكلف، وهذا يعرف بأنه لم يجمع لها بين ضرب وتقبيح، لم يجمع لها بين ضرب وتقبيح. ومعلومة أن كثير من الناس من النساء تحتمل الضرب ولا تحتمل التقبيح، تحتمل الضرب ولا تحتمل التقبيح. الفائدة الأخيرة، ما أدري وتري أم شفة، فقه التعامل مع المرأة، فقه التعامل مع المرأة، وهذا ظاهر جدا، فقه التعامل مع المرأة بحسن الأنس وحسن أيضا النفقة بالطعام والاكتساء، وأيضا معالجة الأمور، حسن المعالجة للأمور، حتى أنه قال ولا يهجر إلا في البيت، ولا يهجر إلا في البيت. أربعة. طيب الفائدة الأخيرة، نعم الهجر إلا يكون في البيت، قلناها ممتازة. طيب هو يقال قطع النفقة لا يكون إلا بالنشوز، قطع النفقة لا يكون إلا بالنشوز، لأنه لما قال لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت لم يقل امنعها من النفقة، بقيت النفقة، فيبقى الأمر المتفق عليه، وهو إذا كانت ناشزا لا تسمع له ولا تطيع بحال، فهذه التي يكون عليها يقطع عنها النفقة. عظم مكانة المرأة في الإسلام يعني جيد، لكن ما أدري ليس ظاهرا استنباط هذه الفائدة من الحديث، إلا أن يكون المسألة بالأمر على عدم الإهانة. يعني شيخ تقول إيه لزوج يزعل ويذهب لأمه، ربنا يعني يكرمه بأمه ويحسن إليه، لكن إن حزن الزوج من زوجه لابد أن يفتح قناة للحوار. خطأ مبين، هذا اسمه الجهل المركب. أي مشكلة يسهل جدا حلها بفتح قناة الحوار،
يفتح قناة حوار ويتكلم ويعرض ما له وما عليه ولما فعل ذلك، وتعرض هي ما عندها، فتصل بعد ذلك إلى النتيجة المرجوة وهي الرضا، إما أن يأنس بها وتأنس به، وإما أن يشير إلى 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 حسن عشرتها وحسن أخلاقها. فتح قناة الحوار ينهي كل مشكلة. والغباء المستحكم هو أنه طبعا المرأة خلاص خفيفة العقل في هذا الباب، إذا غضبت خلاص غضبت وأخذت جانبا، الرجل لابد أن يتعقل، وهو الذي يذهب إليها وهو الذي يفتح قناة الحوار. فإن لم يكن وكان الرجل يعني من ليس بهذه الصفات، لابد هي إن أرادت حلا حقا أن تفتح معه قناة حوار، يعني تحاول قدر الإمكان أن تجره إلى الحوار. ومع الحوار يعني المرأة، شوف عشان نتكلم بحق، الرجل يعني في مع جساراته عطوف جدا، فإذا حركت المرأة منه هذه العاطفة أو ما عنده من رقة خلاص ربحت كل شيء. وهذه هذا فن الالتقاء عند المرأة، تستطيع أن هي تحاول أن تجره بلطف وبرقة في الحوار، فتراه يذوب فيعترف بالخطأ ولم يكن قد فعل خطأ بحال من الأحوال. هذا علاج ناجع في هذا الباب، فلابد. محمد يقول كيف الجمع بين الحديث في عدم هجر المرأة إلا في البيت وحديث أن السلام هجر، نعم هجر من؟ أن السلام هجر زينب 3 أشهر، هذا الذي تريده. كان الهجر هنا ليس هجرا بسبب الزوج وزوجه، كان هجرا انتصارا لمسلمة قالت عنها زينب، قالت عن صفية أفقر يهوديتك هذه، فكانت المسألة عظيمة جدا لذلك بأن سلم ما كان يأتيها ليلتها، لعظم ما وقعت فيه بأنها عيرت المسلمة قالت يهودية أنت يهودية أعطي إبلا أو ظهرا لهذه اليهودية، لذلك هجران النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش عندي السؤال، لكن أنا فهمت من كلامك أن هذا سيكون هو السؤال. إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير الهجر، هذا غير الهجر. قد يجتمع معها في المكان ولا يجامعها، فالإلاء غير الهجر. تقول كيف كل الحرص والرفق بها وحفظ حقوقها ومشاعرها في الحديث يدل على مكانتها العظيمة واحترام الشرع لها والحفاظ عليها. جزية الجنة، نعم جيد، هذا كلام جيد. أم خضر تقول ما حكم ترتيب الحواجب والتنظيف؟ ترتيب الحواجب هي بيت عشان ترتب؟ ما أفهم يعني ترتيب الحواجب يعني إيش؟ يعني نمص، قولي النمص. يعني ترتيب الحواجب إنها مبعثرة فترتبها بالنمص، يعني هذا أفهمه. فإن كان هذا فهمي فالنمص لا يجوز، وقد قال ويدخل ينزل تحت اللعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. التنظيف ما أدري ما التنظيف، أنا أعرف التشقير، والتشقير أنا أقول بجوازه، يعني بعض العلماء المعاصرين يقولون بعدم جوازي، أنا أقول بجوازه. التشقير تلوين، أن يلون الحاجب إن كان مثلا سميكا جدا، أن يلون الحاجب بلون بشرة المرأة يجوز لها ذلك، أما النمص فلا يجوز، النمص يستحق صاحبه اللعن. أمين، ربي يحفظك، الله يعلم ذلك حسناتكم يا رب. يقولون نعم ترتيب أخذ ما خرج، أهو ما خرج عن الحاجب فهو نمص ومن فعل ذلك فهي ملعونة. وأصل نمص هو الأخذ من شعر الحاجب، وإن كان بعض العلماء قالوا أخذ من شعر الوجه كلية على أساس اللغة. عائشة قالت ذلك غيرة، وما قالت يعني ما قالت لها أنها يهودية وعيرتها بديانة، هي قالت حسبك من صفية أنها كانت كذا وقصيرة، فقال هذه كلمة مزجت بماء البحر لمزجته، فما عودت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يمكن أن تخفى، لكن مسألة التعيير بالديانة وتقول بأنها يهودية، هذه مسألة لا تخفى عليها، ولذلك لم يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمكم الله.
عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحناء فقالت شجرة طيبة طهور، وسألتها عن حفاف النمص قالت لها إن كان لك زوجي فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما نعم هو ففعلي. أخرج المسلم في الترغات وذكر ابن الجوزي نعم والتنمص والأغز من شعر الحاجبين تجميلا لهما، ويجوز للمرأة المتزوجة أن تنمص إذا كان بإذن الزوج. نعم أنت ماشي مثال، أنا قلت تكلمت عن الكلام ده. أولا حديث عائشة حديث ضعيف، حديث عائشة هذا حديث ضعيف جيد. والأمر الثاني أنه ورد عنها بسند صحيح خلاف هذا، لما سئلت عن الوصل قالت لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله الواصلة والمستوصلة، ودلالة الاقتران معلومة في النمص والوصل، بل النمص أشد من الوصل، لأن العلماء اتفقوا على أن الوصل بغير الشعر يجوز، وصلها بشرب، وصلها ب ب ب ب يعني بعمامة بأي شيء، وصلها بغير الشعر يجوز. ومع ذلك قالت لا لعن الله الوصيلة المستوصلة، وهناك ذات الاقتران لعن الله مسا متنصة والوصيلة المستوصلة. فإذا جاء عن عائشة ما يوافق الشر موافق النص، وجاء عنها أيضا ما يخالف النص، فما وافق النص يقدم على ما خالف النص، والنص جاء تصريحا لعن الله النامصة والمتنمصة. وأما قولهم هذه إذا رضي الزوج، إذا أذن الزوج لها، ما للزوج وما لتغيير خلق الله؟ العلة في ذلك تغيير خلق الله، وإن كان بعضهم يقول العلة التغرير، والتغرير لا يكون إلا لا يكون بالزوج، لأن الزوج قد رأى زوجته ورأته وعلم ما فيها وعلم مداخلها ومخارجها، فلا يكون تغيير. وهذا إلغاء لما أثبته الشارع. الشارع قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فاعتبر التغيير علة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. قالت وصلها بباروكة، قالوا في مثل العمامة، يعني الباروكة لو كانت عمامة لما قال الإنسان لعن الله الواصلة والمستوصلة، الباروكة لا تجوز بحال من الأحوال، لأنه وصل بشعر رأي الآدمي فكان حراما. لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول ابنتي لالت عرسها تمرق شعرها أفأصلها، يعني يطلقها زوجها لو شافها كده داخل هو يرى امرأة يعني فرآه رجلا ذا مواصفات الرجولة فهل سيرضى بها أبدا؟ قالت أفأصلها؟ قال لا لعن الله الوصلة والمستوصلة، البركة لا تجوز. العبسة من الحواجب، نعم العبسة من الحواجب، فلا يجوز الأخذ منها، ولذلك يصح فقط التشقير فيها، أن تجعلها بنفس لون البشرة، يجلس 15 يوم يجلس 20 يوم، المهم أنها لها أن تفعل ذلك. نعم. قد أجبتك دكتور تامر، يقول قبل ما المرأة إذا غارت ثبت. نعم هذا قول مالك دكتور تامر، إذا المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. نعم هذا صحيح. نعم طيب نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.